معظم الدول الإسلامية بتحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف، وكمان كتير من المسلمين في الدول الغربية بيكون ليهم طقوس واحتفالات، لكن الطقوس بكل تأكيد والعادات والتقاليد بتختلف من دولة للتانية. خلينا نشوف مع بعض إزاي المسلمين حول العالم بيحتفلوا بذكرى المولد النبوي الشريف. ذكرى المولد النبوي الشريف مناسبة عطرة يحتفي بها مسلمو العالم، وإن اختلفت طرق الاحتفال والتعبير، إلا أن العامل المشترك بين جميعها هو حب الرسول والفرحة بمولده. بعض الشعوب تكتفي بحلوى المولد والعروسة التقليدية، ودول أخرى تنشد المدائح العذبة في حب الرسول، بينما تخصص بلدان أطباقاً ومأكولات خاصة في هذا اليوم، ويتم إشعال الشموع وتقاد المشاعر ليلاً، وتتزين أماكن العبادة بالأضواء، ويتردد فيها ذكر الله ومديح نبيه. وقد خصصت بعض الشعوب أكلات مميزة كنوع من الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. التونسيون يعدون عصيدة الزقوق من حبات الصنوبر المطحون، تزين بطبقة من الكريمة والفواكه الجافة. وتختلف مظاهر الاحتفال من دولة أوروبية إلى أخرى، ففي النمسا نجد المنشدين يتلون القرآن ويقدمون عروضاً من قبل مجموعات الموسيقى الإسلامية في قاعات أو مساجد يحضرها الآلاف من المسلمين الذين يعيشون هناك. وفي هولندا يتم الاحتفال بالمولد النبوي بنشاطات متنوعة تستمر عدة أيام في قاعات، وتتم دعوة أبناء الجاليات المختلفة، ويتم توزيع الورود على الناس في الطرق والشوارع. أما في اليونان فيتجمع الآلاف من المسلمين ويسيرون إلى ميدان سنتاغما في العاصمة أثينا، ثم يتلى القرآن الكريم وينتهي البرنامج بصلاة جماعية.